السلام عليكم، هنا جيت غندير لكم الطاجين. غادي نديرو ان شاء الله بالبصله وبالزبيب اللي غيتها ساك. ها هو انا خديت له اللحم ديال الملج. الطاجين هنا قطعت واحد البصله هنا، قطعتها هكا طريفات. غادي ندير سكينجبير وشويه ديال القزبور ناشف يابس ومطحون، وغندير شويه ديال الابزار. وباش هذا نخرقو خرقوم، عندي غير هذا قاد ليا الاخر، حتى كاننا كنجيب الاخر كنطحنو. هادشي اللي بقى هكا كنديرو ليه هكا. واحد درت واحد 3 دريوسه ديال الثومه، انا راه كنكثر الثومه، درت 3 وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال القزبور، هما مطحونين. حتى هي غادي نشلوها، لاقاش هادشي هو الماء اللي غادي نديرو. انا الطاجينه ما غاديش ندير فيه الماء، غير غادي نشلوها ما نخليهاش تطيب هكا. ندير الملح، معلقه كبيره ديال الملح، ملح على حسب الذوق. انا درت معلقه كبيره. هذا الكاس هذا فيه النص ديال الزيت البلديه والنص ديال الزيت عاديه. اهو هكا. الطاجين من بعد ما غنزيدو لا ما لا حتى شي حاجه، هكا غنديرو. انا غادي نعاود عاوتاني المقادير. درت معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال القزبور اللي يابس ومطحون، وجوج رويصه ديال الثومه، 3 رويصه ديال الثومه سمحوا لي، مع القزبور والمعدنوس. والكاس فيه النص ديال الزيت البلديه والنص ديال الزيت عاديه. انا اختاريت هذا اللحم هذا ديال الملج، كنت شاريه على حسب باش ندير طنجيه، درت منو طنجيه وبقى لي هذا الشيء. راه واحد النهار ان شاء الله غنصايب طنجيه قدامكم. ها هو غادي نخلطوه مزيان مزيان في هذه العطريه. انا راه مالفا كنقلي الطاجين، ولكن ملي كنديرو هاد الطريقه هادي ما كنقليش، داكشي علاش كنحاول ندخلو مزيان في هذا اللحم يكون داخل مزيان في هاد العطريه هادي. انتوما شوفوا الطاجين، انتوما شوفوا شحال طلق ديال الماء، ها شفتوا شي ما خصكمش ديروا فيه الماء. غادي تبقاو تاخذوا، غتبقاو تاخذوا الماء هكا ها هكا، وديروا فوق الخضره، ديروا فوق منها هكا باش هذيك البصله وداك الشيء حتى هما تجيو يتسقاو بهذا الماء ديال الطاجين باش تكون فيهم العطريه هكا. هكا تبقاو تهزوا من الجناب وديروا هكا، ما تزيدوش فيه الماء، راه كلشي كيطلق فيه الماء كلشي. السلام عليكم، ها هو الطاجين ملي طاب وخر طفيت عليه صافي. ها نتوما شوفوا كيفاش تعسل، راه ما زدتو لا مرقه لا حتى شي حاجه، ما زدتوش الماء. هذاك المرقه ديالو هو فاش طاب، مطيشه طلقات الماء والبصله طلقات الماء ديالها، ما زدتو لا ما حتى شي حاجه. ها نتوما شوفوا جاي معسل. يلاه بالسلامه عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.